بديت احكي والكاميرا كانت ما تسجل. هلا هلا حبايب، مرحبا فيكم مره ثانيه بقناتي. ويلكم باك تو ماي شانل. اذا انتم جداد هلو، اسمي هبه امجد صبري، وبهاي القناه نسوي هوايه ميكي ماجات، نسوي فيديوهات، نلعب مكياج جديد، نسوي توتوريالز ونسوي بلوجات. فاذا ما مشتركين بقناتي اشتركوا بالقناه وخل نبلش. طبعا الدنيا حاره تقتل وما اعرف ليش، لان الاي سي مفتوح. المهم فيديو اليوم راح يكون ميك اب توتوريال على لوك بالي على زرق. ما تشوفوني لابسه ازرق اذا يبين لكم، ما اعرف اذا يصير زين او مو زين، بس راح استخدم اليوم المورفي اند جاكلين هيل باليت، اول باليت مالتها. واريد استخدم، خليني اوريكم شو اريد استخدم. اريد اليوم اريد اشرد بيك، اريد استخدم هذا اللون. اتصور فخلي نبلش. اوكي، اول شي راح ابلش بيه انه اخلي برايمر على عيوني. الدنيا كلش حارة وعندي بعد ساعة وشوية، ساعة ونص عندي طلعة ويا صديقة، ولازم الحق اصور هذا الفيديو. ستر جاي استخدم السوفت اوكر بينت بوت من ماك، ماكو شي جديد، وجاي اوزعه على كل الجفن. اتصور الميكروفون راح يموت، ما بي باتري، الباتريات مالتي مخلصه بالبيت، فاتصور راح اكمل هذا الفيديو فويس اوفر، بس اراويكم شنو راح استخدم وبعدين اضيف الحكي. فاعذروني، اسفه جدا بس ما عندي غير حل. اوكي يا حبايب، هنا انا راح اخذ بودرة بلون بشرتي وبس اثبت بيها البينت بوت من ماك مثل ما جاي تشوفون. بعدين راح اخذ الباليت مال جاكلين هيل ومورفي، وراح استخدم هذا اللون البني الغامق، وراح اخليه على كسرة العين بالضبط بفلات شيدر برش، وهذا اللون راح ابنيه على كيفي واريده يصير غامق جدا. وبعدين راح اخذ هيجي فرشة تصير بلندينج برش شوية فلافي وصغيرة، وراح اخذ بها هذا اللون اللي يصير بني فاتح، وراح ادمج بس على الطرف مال اللون الغامق، وادمج شوية شوية على مود ما يصير عندي اي خطوط حادة، وراح ادمج مثل ما جاي تشوفون على كل الجفن. وبعدين راح ارجع على اللون الغامق واغمق شوية بعد على كسرة الجفن مثل ما تشوفون، اغمق بالضبط بالمكان اللي اريده. الفوكس راح يكون بداية الجفن ونهاية الجفن. بعدين اخذت نفس البودرة اللي ما بيها لون ترانسلوسنت، وراح مثل اعدل على البلندينج مالتي بنهاية العين، وبعدين راح أخذ هذا اللون البني كلش غامق وراح أغمق به بعد أكثر. هذا اللون راح يجي بالضبط على الجفن المتحرك. وبعدين راح أخذ من الباليت مال كلارا كوزمتكس لون أزرق غامق جدا، وراح أخليه على وسط الجفن المتحرك مثل ما جاي تشوفون، وراح ادمجه ويا البنيات كلش، لانه اريد اللون اللي يبين اكثر شيء هو اللون الازرق. وهسه راح اخذ اللون الازرق من الجاكلين هيل باليت اللي هو يجنن، واخليه تقريبا على كامل الجفن مثل ما جاي تشوفون. هسه قررت انه اريد اخليه بالاصبع لانه شويه يبين اكثر بالاصبع. بعدين راح ارجع على الباليت مال كلارا كوزمتكس واخذ اللون الازرق الفاتح واخليه على وسط الجفن المتحرك. وبعدين راح اخذ شويه ايلاينر بس على الخط مال الرموش، يعني ما راح اسوي اي وينج او اي شيء جدا جدا بسيط، بس على مود يخفي لي الرموش، واخلي رموش كالعاده. بعدين راح اخذ الفيكس بلس مات من ماك واخليه على وجهي قبل لا اخلي اي برايمر، واهفي الوجهي. بعدين راح اخلي برايمر من نيكس كوزمتكس اسمه الانجل فيل، راح اخليه وانتظر تقريبا 5 دقائق واشتغل على عيوني. راح اخلي كحل
بداخل عيني من مارك جايكوبس. راح اخذ كريم الاساس مالتي، واليوم راح ادمج الكريم الاساس اللي هو الميبلين سوبر ستاي، وراح ادمج وياه شويه سماش بوكس برايمر، هو الراديانس برايمر، واوزعه على وجهي. اول شيء اوزعه بفرشه، وبعدين اوزعه او ادمجه بطريقه حلوه بالسفنجه. وراح اخذ بعدين السماش بوكس ستوديو سكين شيبينج فاونديشن ستيك اتصور اسمه، وراح اخذ الصفحه اللي بيها الكونتور، وراح اسوي كريم كونتور الوجهي. ومثل ما تشوفون الكونتور راح يكون عالي، جاي اخليه تقريبا على عظمه الخد، وشويه على الجبين، على الانف تحت الشفه، بس على مود نسوي كونتور ونضعف الوجه شويه. وبعدين ندمج كل شيء بنفس السبونج اللي استعملتها. سو وصلنا للكونسيلر. كونسيلر كالعاده راح يكون الميبلين ايج ريواين، راح اخفي بيه العيوب واسوي بيه هايلايت بنفس الوقت. اول شيء ابلش تحت عيوني، بعدين على القصه وعلى الحنج، وشويه على كيوبيدز بو وعلى الانف، على مود اريد الضوء بالضبط يجي على هاي المناطق. وبعدين نسوي لهن بلند بنفس السبونج. ومثل ما تشوفون انا دائما اخلي عيوني للنهاية اسوي لهن بلند. وهسه جاي بس اثبت الكونسيلر بودرة، هاي البودرة اللي استعملتها من ساعة من كلارا كوزمتيكس، على مود نأكد انه الكونسيلر ما يتحرك. وراح هسه اروح على السماش بوكس باليت اسمها شيب ماترز، وراح استخدم اللون البرونزر ولون الكونتور، ومثل الاسمر بشرتي شويه وادمج الكونتور، وهم بنفس المره اثبت الكونتور الكريمي باودر. وهسه جاي اخلي الهايلايتر اللي هو ذا بوم ماري لومينايزر اموت عليه. وهسه راح اخلي بلاشر، راح ادمج لونين من كلارا كوزمتيكس يخبلن هاي البلاشز. وبعدين راح ارجع على الماري لومينايزر واخلي هايلايتر تحت الحاجب وعلى مدمع العين. وبعدين راح ارجع اشتغل على الرموش السفلية. وهسه جاي اخذ اللون البني الغامق وجاي اخليه كلش قريب على الرموش السفلية. بعدين اخذ اللون البني الفاتح ومثل اسوي له بلند اوت، ادمجه على مود ما يصير كلش قوي. وراح اخذ نفس اللون الازرق اللي استخدمته على عيوني. وبعدين اثبت كل شيء بسلاي اول داي من جيرارد كوزمتيكس اكيد. واخلي ماسكارا، هاي السكاندل ايز من ريميل لندن. راح اخذ الليب لاينر ليب تويستر من ماركة W7 واحدد بيه شفايفي، هذا لونه نود على بني كلش حلو. راح بس احدد بيه شفايفي. وبعدين راح اخذ الروج فيلفت اديشن من بورجوا رقم 27 واخليها على الشفايف. وبعدين راح اخذ الليب فينيتي لون شوية ادفى من اللون القبلة، وبس ادمجه ويا اللون الاول. وهنا يا حبايب خلص الفيديو مالتنا مال اليوم، اتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب، واحبكم كوما كوما، واشوفكم بالفيديو الجاي.